موضوع تاني كنا يمكن شفناه او تابعناه كلنا امبارح على السوشيال ميديا، انه الفنان احمد عزمي وقع عقد المشاركه في عمل فني جديد هيتعرض في رمضان 2025، ده طبعا مع الاستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. طبعا احمد عزمي نشر على حسابه الرسمي على فيسبوك صورة بتجمعه بالأستاذ عمرو الفقي أثناء التوقيع على العقد، وعلى عليها وطبعا قدم الشكر للشركة المتحدة. عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن دور الشركة المتحدة مع الناقد الفني الأستاذ مصطفى حمدي. أستاذ مصطفى صباح الخير. صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح الخير يا أستاذ وسام. يا أهلا بيك. طبعا تحرك سريع من الشركة المتحدة وليس التحرك الأول، كلمنا طبعا عن هذه الحالة والاستجابة السريعة من قبل هذه الشركة. الحقيقة الموقف ده مش غريب ومش جديد على الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية باعتبارها شركة وطنية داعمة دايما للحركة الإعلامية والحركة الفنية في مصر، ويمكن الشركة المتحدة كان لها مواقف كتير جدا مع فنانين وكتاب ومثقفين وإعلاميين في بخصوص فكرة الدعم وفكرة منح فرص العمل. الحقيقة أنه أحمد عزمي واحد من الفنانين اللي كانوا مبشرين جدا في انطلاقتهم الفنية في البداية، ولكن زي ما حضراتكم عارفين دايما أحيانا الظروف بتختلف، بيبقى في عثرات في حياة أي شخص أو ظروف بتمنعه من أنه مسيرته تبقى متوهجة أو مستمرة، لكن ده لا ينفي موهبته كممثل موهوب وفنان عنده مشوار طويل جدا. الحقيقه هو كان من ايام، يعني مش ايام، يعني هو من قبل استجابه الشركه المتحده بساعات، يعني كان كتب بوست عن فكره البحث عن عمل وفرص للعمل والمشاركه في اعمال فنيه، فحصلت استجابه سريعه جدا جدا من الشركه المتحده متوسطه في استاذ عمرو الفقي وقع معاه فورا عقد بالمشاركه في عمل. ايوه، ايه بقى يا مصطفى العمل؟ لان ما ينفعش انت تبقى معانا وما نسالكش على تفاصيل العمل. لا ما حدش يعرف، يعني ما اعرفش ايه هو المسلسل بالظبط اللي هيشارك فيه، لكن هو الاتفاق اللي تم على انه يكون في احد مسلسلات دراما رمضان اللي كان يكون موجود فيها ويشارك. والحقيقه انه كمان دي مش أول مرة إن الشركة المتحدة، كنت لسه هقول لك إنه ده دور مجتمعي هي بتقوم بيه الشركة على كل الأصعدة، يعني كلمنا عنه. يمكن دي مش أول مرة الشركة تستجيب لنداء فنان بإنه حابب يرجع مرة تانية للمشهد الفني، فاحكي لنا عن هذا الجانب من الشركة المتحدة. بالتأكيد طبعا، لأنه يعني الشركة المتحدة كتير جدا كمان كانت داعمة لفنانين بيمروا بظروف صحية، وداعمة للمواهب الجديدة اللي بتبحث عن فرص. احنا شفنا يعني من قريب جدا بدأ عرض مثلا برنامج كاستنج لاكتشاف المواهب، ومن قبله كان برنامج الدوم لاكتشاف المواهب، يعني بتكلم في حركة وفي دعم كبير من الشركة المتحدة دايما لاكتشاف المواهب، وكمان كان في مواقف إنسانية كتير جدا مع فنانين ومبدعين في مواقف مختلفة. يمكن ده كان بيحصل كمان بالتنسيق والتعاون مع نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، إنه دايما يبقى فيه دعم ومنح فرص عمل. ويمكن حتى كمان بعيدا عن فكرة يعني الحالات الإنسانية بشكلها الواضح، الشركة المتحدة دايما كانت بتدعم فكرة وجود، وما زالت تدعم فكرة وجود فنانين من فئات عمرية مختلفة. دعم احنا شفنا ده طبعا في العالمين، يعني في المهرجان مسرحيات معمولة مخصوص للشباب لوجوه جديدة بالكامل. يعني بالتأكيد ده حصل في مهرجان العالمين، ويمكن قبلها كمان حصل في دراما رمضان السنين اللي فاتت، انه كان بيتم تقديم الشباب لأدوار البطولة، زي ما شفنا يعني مؤخرا كان مثلا عصام عمر واحمد داش كانوا ابطال في دراما رمضان اللي فاتت. مسار اجباري. كمان منصه واتشت كانت بتبقى دايما وما زالت برضه مهتمه بان اعمالها تكون بتدي فرص للوجوه الشابه ان هم يتصدروا مشاهد البطوله. الحقيقه ان الشركه المتحده بتقدم دور مجتمعي ودور فني كبير جدا داعم للحركه الفنيه في مصر على كافة المستويات، صحيح. سواء على مستوى الإنتاج ومنح فرص العمل أو
الوقوف والدعم والمساندة في الحالات الإنسانية. طيب أنا عايز أتكلم معاك عن أحمد عزمي كفنان، يمكن أنت ذكرت دلوقتي وعدينا سريعا كده، ومش مطلوب إن احنا نتوقف عند هذه النقطة، فكرة العثرات اللي ممكن أي شخص فينا يتعرض لها في طريقه في حياته بشكل عام، لكن هو بداياته الفنية أنت ذكرت في البداية كانت مبشرة، كلمنا عن محطاته الفنية المختلفة، بداية ظهوره كفنان. أحمد عزمي من الناس اللي دخلوا الساحة في سن مبكر جدا، وهو طفل وشارك في أعمال درامية، ويمكن شارك في فترة التسعينات كمان تحديدا، شارك في أكثر من عمل درامي، وهو من الناس اللي كان يعني من الفنانين اللي تقدموا على أيدي مخرجين كبار زي عبد الحافظ ومخرجين آخرين. يمكن أحمد عزمي في السينما ما كانش ليه اسهامات كبيره جدا جدا في الفترات اللي فاتت، اعتقد انه يعني اعماله السينمائيه مثلا فكانت مستمره لغايه مرحله بدايه الالفيه، وشارك في عده اعمال مختلفه، لكن هناك زي ما قلت لك انه الظروف اللي حصلت لاحمد عزمي على فترات مختلفه كانت بتهدد مسيرته الفنيه بشكل كبير، لكن هو يعتبر واحد من الفنانين الموهوبين جدا، واللي ادواره كانت بتلبي دي ادوار مهمه طبعا، وهو يعني زي ما انت لسه كنت بتحكي يا مصطفى ان هو يعني شارك في اعمال كثيره من وهو صغير في السن، فاحنا متعودين عليه، متعودين نشوفه في الاعمال، وفي الحقيقه دور احنا مبسوطين قوي ان هو رجع، ومبسوطين بالدور اللي بتقوم بيه الشركه المتحده في الاستجابه الفوريه. خليني اقول للفنانين اللي بينادوا، خليني اقول برجوعهم مره ثانيه للمشهد الفني باعمال خليني اقول هامه، يعني النهارده اي عمل في رمضان، اي نجم كبير حتى بيتمنى انه يشارك في موسم رمضان. شكرا ليك يا مصطفى، مصطفى حمدي الناقد الفني، ويعني مرة تانية احنا مبسوطين بالدور المجتمعي المهم اللي بتقوم بيه الشركة المتحدة.